يعني دايما الكلمة الحلوة هي أساس لكل شيء. قد ايه التواصل بالكلمة الحلوة هي تواصل لا عنفي، قد ايه التواصل بالكلمة الحلوة بيجيب نتيجة مع خينا الإنسان، مع الأصدقاء، مع الأقارب، حتى مع العيلة بحد ذاتها، الإخوة بين بعضهم، الأم والبي بين بعض، الأم والبي مع الولاد. دايما التواصل بالكلمة الحلوة بيجيب نتيجة كتير كبيرة. كيف إذا كانت هالكلمة موجهة لربنا بدعوة لشخص من عزه أو شخص من رد له الخير أو أي إنسان، قد ايه حلو نقدر نساعد ونتواصل بشكل سليم مع ربنا وما ننسى انه مش بس نحتاج لربنا نلجأ له، فينا كل يوم نشكره على كل النعم اللي موجودة عندنا. اليوم حبيت هيك لانه عم شوف قديش في بعد بكتير مطارح عن ربنا، فقديش في بعد عن التواصل السليم مع ربنا رب العالمين يلي هو ممكن يجيب لنا الخير والسلام واللا عنف والمحبة والحب وكل شيء بدنا اياه بالحياة بس نقول كلمتنا لإله بإيمان كتير صغير. صبري مصطفى، ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت ملآن الأرض من غناك يا رب. هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد صغار مع كبار، هناك تجري السفن وأنا أفرح بالرب ويكون المجد للمؤمنين به كل الدهر. شكرا يا صبري على اللي قلته. رودي جيمي، سعد صباحك جوزيف، صباح جميع، ربي اسعد حبيبي وارزقه ويسر امره ولا تريني فيه باسى يبكيني. ريتا دغريا، يا رب افرجها على كل منكسر ومريض وبضيق مادي او معنوي، امين. شهرزاد بن بن، صباح الورد والياسمين والفل. جوزيف، الدعوه من قلبي ليك انت، ان شاء الله ربي يحفظك من كل شر وتبقى دايما منورنا بابتسامتك الحلوه وطاقتك الايجابيه، والله يوفقك. شهرزاد ثانك يو انك خصيتي، لان انا طلبت لشخص بتحبوه كتير خصيتيني بهالدعوة الحلوة. إليا السومي، وربنا يحفظك لألك. إليا السومي، كنت فكر انه اللي شمعته مطفية صلاته ما بتوصل وصرت ارجع ضوي تا صلاته توصل، بس كبرت صرت ابتسم بس شوفها مطفية واتمنى تنطفي شمعتي، بس في الايمان كبير انه لما بتنطفي يعني وصلت الصلاة. حلو يا إليا. ريتا جريك، نطق الصباح برحمة الرحمن، من ذا الذي يرعاك أو يرعاني؟ يا رب قلبي لا يشك للحظة أبدا بأنك صاحب الإحسان، صباحك سعادة ديمي. الله يفرج هم الجميع، وإن شاء الله يا جوزيف بشوفك بأعلى المراتب ومن نجاح إلى آخر، ويطول عمرك وتبقى منور عيلتك بالحب، لقلبك كل السعادة. ريتا ثانك يو، خليلنا إياكي ونضلي فوق راس عيلتك طبعا. دينا عادل، صباح الحب، عارف أنا بهدي حبي لعالم الصباح عشان برفقكم كل يوم من 2004 ولحد للوقتي، واستفاد منكم كتير، وسلامي وحبي لكل الكادر عالم الصباح، ربنا يحفظك لي يا رب. ثانك يو يا دينا ولكل مشاهدينا بجمهورية مصر أم الدنيا. أماني منذر، صباح الخير، الله يحمي لي أهلي وإخواتي ويطول بعمرهم ويضلوا مزينين حياتي ويشفي كل مريض، وإن شاء الله الله يبعد الهم والحزن عن كل شخص بحبه وحتى الناس اللي بحبها، الله يسعدهم ويحمي كل الناس، وأكثر شيء بحبه هو لبنان، إن شاء الله منشوفه دايما عامر ونخلص من كل الأزمات ونعيش بسلام كلنا إيد وحدة كلبنانيين يا رب من تمك لباب السماء، ولأنه منحبك إلك ربنا يحميك ويحقق كل أمانيك يا جوزيف. ثانك يو يا أماني. ألاء إدريس، بتمنى الخير يرافقه بكل درب له ويحميه من كل سوء، لكل حدا بحبه بتمنى يكون بخير، لأنه وجود الناس اللي منحبها هو خير بحد ذاته. صباحك سعيد يا جو. صابرين طالب، صباح الورد والعافية، دعواتي هيدي المرة رح بتكون لنفسي، الله يشيل هالتعب والهم وتفرج وافرح من قلبي إن شاء الله يا صابرين. فريال قيصر، صباح الخير، كيفك جوزيف؟ أكيد لعائلتي، يوفق أولادي وينجحهم ويوفقهم بحياتهم ويخليهم بصحتهم ويبعد عنهم كل مكروه إن شاء الله يا فريال. ريما، يا رب تحمي أولادي وتبعد عنهم كل مكروه وتحفظ لهم صحتهم، مرسي إلك يا جوزيف وبونجور. عندي كتير كومنتس، كتير كتير، هلأ بعد شوي بنقرأ بعض الكومنتس، بس بشكركم على هالكلام الحلو. قديش الواحد حلو يطلع منه كلام حلو، هيك بحس حاله عايش بجو أروى وأرقى وأريح وهيك سلام داخلي. قديه حلو الواحد يكون عنده السلام الداخلي. نحن وياكم رح نروح على صلاة السينما اللبنانية مع غيدة نشوف شو في عنا أفلام فيكم تشوفوها. زين الحاج شر بكله القايم، خليه يهرب. عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي، هم خلفوني. ضمن افلام هالاسبوع الفيلم اللبناني الرائع كفر نحوم
للمخرجة نادين لبكي. الفيلم بيحكي قصة الصبي زين اللي بيرفع دعوة على أهله لأنهم أنجبوه بالظروف السيئة اللي عايش فيها. الفيلم بتناول أيضاً موضوع السجون والعمل الأجنبية، وهو فاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي، وتم ترشيحه لتمثيل لبنان ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار. البطولة لممثلين غير محترفين، وعلى رأسهم الطفل زين الرافع، كوثر الحداد، نور الحسيني، يوردانوس شيفراو، وباستثناء المخرجة والممثلة نادين لبكي. I presume. How was your trip? This old hag is my neighbor. I'm relieved to see you didn't inherit your uncle's freakishly oversized head. My God, did that withered purple skeleton just speak? فيلم الفانتسي The House with a Clock in its Wall عن طفل يتيم عم بيساعد عمه السحري حتى يلاقي ساعة عندها قدرة انه تنهي العالم، مع كيت بلانشيت وجاك بلاك. Something horrible. Three gongs. Last, what happens when it gets down to one? Nothing good, that's for certain. You have to destroy the clock. So creepy. You can't do this alone. I can help you. You want to see some real magic? I'll show you. Welcome to the secret headquarters of... the SES. Stands for Smallfoot Exists, suckers! We have searched the entire mountain trying to find one. Whoa. And that day has finally arrived. So Smallfoot. Oh my gosh! It's a Smallfoot! Where did it go? Reach into your memory. It got whisked away on the wind over the cloud. Which way? Up? Sideways? Down! Down! Of course! وفيلم الانيميشن Smallfoot المشابه لعدد من الأفلام الانيميتد السابقة اللي بتطرح موضوع خوف بعض المخلوقات من البشر. عن يتي مقتنع أن المخلوقات المعروفين أنهم بشر موجودين بالحقيقة، بأصوات تشانينج تاتم، جيمس كوردن، زندايا، لبرون جيمس، داني ديفيتو وجينا رودريغيز. ما حسن حفار، صباح الخير جوزيف، دعائي للجميع يكونوا بصحة وعافية، ودعوتي الخاصة لزوجي وولادي يضلون بصحة وعافية، بعت لهم أيام حلوة يحققوا كل اللي بيتمنوه بحياتهم، بتمنى لتلفزيون مستقبل لأسرة عالم صباح مزيد من الازدهار والنجاح. تانكيو ما حسن. جمال بابا، دعوتك غريبة بس مهضومة، يا رب إني شوفك عروس يا فلانة بنت فلانة. هايتك مغروم يا مغروم، يا عم تدعي لحدا، يا فلانة بنت فلانة. صباح الخير يا جوزيف. تانكيو يا جمال. كرم فواز، صباح النور جوزيف، ربنا يبارك الجميع، ربنا يحميه من كل شر ويكون معه بكل خطوة، بس ما عم بيدعي ما بعرف تلمين. برجك الجدي يا كرم، ونوصلها لكارمن أكيد. سوسو يا دو تلم، صباح جوزيف، الدعوة اللي رح ادعيها الله يحميه ويشيل الهم والحزن على قلبي ويسر كل شخص بحبه. أوكي. بشيرة بريدي، صباح الخير، دعوتي اليوم لجارتي عندها مناسبة عرس لبنتها، يا رب تيسر أمرها وتساعدها وتساعد بنتها وتهنيها. حلو إنه هالقد بتفكري بجارتك، قديه حلو الجيران يحبوا بعض بهالطريقة هيدي، يعني فكرتي بجارتك تبعتي لها الدعوة، قديه أنت شخص عنده سلام داخلي. دينا زيني، سعد صباحك جوزيف، صباح أحلى وأهضم شيف محمد، أحلى دعوة، الله يجبر خاطرك ويعطيك ليرضيك. شيف حسين، مغلبطين يمكن بالأحرف، شيف حسين أهضم شيف حسين، إلا ما آخر شيء بالكومنتس ينسى بدني، ما في شيء بلا ما ينسى. ليش بده ينسى بدني؟ إنه أهضم شيف حسين ما بعرف إنه طيب. كيف دينا، كيف شايف دينا، شو مين دينا؟ دينا زين تقربك؟ إيه دينا من بعلبك أنت؟ إيه تقربني تقربك؟
هيا هيا جماعة نقلت في شيء. إذا ما بتقربك لعرف كيف بدي أحكي يعني. أنا ما بتقربني طيب. ما بتقربك؟ لا. طيب علا انتبهي إنه ما بتقربه. إيه؟ دينا مشكورة طبعا عم بمزح وأهضم شاف حسين ومعك حق وأنا بأكد على كلامك إنه أهضم شاف. جيهان شهاب رمضان بدعي للشاف حسين إنه الله يطول له باله ليتحمل. لا يا جيهان لا يا جيهان لا مع ضحكي طبعا وابتسامة. فاطمة زال الله يطول بعمر أبي وأمي ولا تريني فيهما مكروه. زينب فاد أحلى صباح على أهلنا بالعراق يا بالعراق يا رب. من قال صباح الخير الله يشفي كل مريض يا رب. وبرجع بجدد دعوتي وبكررها لميشيل حجل بفايت وذ ميشيل طبعا وفور ميشيل بمساعدتها بأي طريقة من الطرق. فوتوا على السوشيال ميديا وأكيد رح تلاقوا الطريقة فيكم تساعدوا فيها ميشيل حجل لترجع لنا بالسلامة من أمريكا بحاجة ل 748 أو 58 ألف دولار للعلاج اللي لازم تتلقي. رح نروح عند أهضم شاف. رشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا أربع وصفات بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. لكن مشاهدينا وصفتنا لليوم في عنا صلصة الجبن الزرقاء طبق كتير طيب، كمان في عنا سلطة الكنوة بالفواكه المجففة، عنا مقلوبة الخضار واللحمة والرز، وأيضا في عنا فطائر التركية بالقشطة. هول هن لكن وصفتنا مشاهدينا بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. خلينا نروح نحن نشوف شو صار جاهز عنا. عنا الفطائر التركية، هيدي هي فطيرة التركية أنا حضرتها بأول فقرة من فقرات رشة ملح وصارت جاهزة عنا. طبعا مشاهدينا رح خبركن عنا بعد شوي. أما هلأ أنا وياكن خلينا كمان ننتقل نشوف شو في عنا بالطنجرة. مقلوبة اللحمة مع الخضار كمان صارت جاهزة عنا. هدي لحتى نقلبها أنا وياكن. لكن خلينا نقلب المقلوبة. رح نجيب هيدا الصحن. اوكي وهيدي المقلوبة قلبناها بهيدا الصحن. لكن اوكي هيدي المقلوبة مثل ما عم بتشوفوا مقلوبة اللحمة والخضار الموجودة بقلبها. طبعا خضار مشكلة مع الزعفران مع هالشكل الحلو. اذا بدنا خلينا نجيب شوي من الكزبرة الخضرة. نحط كمان كزبرة خضرة على الوجه بهالشكل. هيدي هي المقلوبة لكن مشاهدينا بهالشكل. لكن مقلوبة الخضار صارت جاهزة عنا. اما هلأ شو رح نعمل؟ رح نجي بدنا نحضر انا وياكم سلطة الكينوا. سلطة الكينوا خلينا نجيب الكينوا وخلينا نجيب وعاء. الكينوا انا سلقتها طبعا بمي. نحن هون بذكر المشاهدين في عنا العديد من انواع الكينوا. رح نشوف المقادير عم تمر قدامنا على الشاشة. اليوم انا استعملت الكينوا الحمراء وفي عنا كمان كينوا بيضاء وفي عنا العديد من حبوب الكينوا. كلنا نعرف انه الكينوا غنية بالبروتينات. انا عندي الكينوا رح ضيف للكينوا خضار. لكن بهالوقت نحن عم نشوف المقادير عم تمر قدامنا على الشاشة. سلطة الكينوا مثل ما شفتوا عندي من حبوب الكينوا بالاضافة طبعا رح نحط لها خيار. رح نحط كمان مشاهدينا من البندورة الكرزية. رح نحط ايضا من البصل الاخضر. طبعا شو في عنا خضار فينا نحطهم ما عنا اي مشكلة. لكن مشاهدينا بندورة كرزية حبوب الكينوا بدنا نحط معها كمان من البقدونس وايضا فينا نحط كمان فجل ما عنا مشكلة اذا حطينا فجل. لكن بندورة كرزية كمان بحط خيار. انا بهالوقت
بذكر كل المشاهدين كيف حضرنا المقلوبة الخضار. مقلوبة الخضار لكن أول شيء سلقنا اللحمة، حطينا اللحمة على جنب، وأيضا سلقنا الرز، كمان حطينا الرز على جنب. جبت طنجرة حطيت فيها مشاهدينا من المواد الدهنية، حطينا بصل، قلينا البصل، قلينا الثوم. بعد ما قلينا البصل قلينا الثوم حطينا شرائح البندورة، حطينا شرائح البطاطا، وحطينا شرائح الفليفلة الحمراء، حطيناه هون. وجبنا كمان اللحمة، حطينا اللحمة المسلوقة المستوية فوقها الخضار، وجبنا الرزات المسلوقين كمان حطيناه هون، حطينا قليل من المرقة وتركناهم لحتى يستووا. بعد ما استووا جبنا الزعفران مع ماء الورد، كنا الزعفران نعينه نحن مشاهدينا بماء الورد والماي. حطيت أنا الزعفران على الوجه مثل ما عم بتشوفوا. خلينا أنا وياكم خلينا نشوف شو في بقلبه، ما بيأثر لو فرط. خلينا نشوف الرز كيف لونه. الرز مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا لونين، لون أصفر ولون أبيض، لكن هيدا هو الرز عنا بهالشكل، لون أصفر ولون أبيض، بداخله أبيض طبعا، من الخارج نحن حطينا الزعفران على الوجه. لكن هيدا كان بالنسبة لهالطبق الشهي، الطبق الطيب مع اللحمة. أما نرجع لسلطة الكينوا، رح استعين بالبقدونس. كمان بدنا نضيف مشاهدينا من البقدونس المفروم للكينوا، ناخد نكهة كتير طيبة مع البقدونس. اوكي، رح جيب البقدونس، حط البقدونس انا فوق الخيار، فوق البندورة الكرزية، نستعين بالملح، منحط كمان مشاهدينا رشة ملح بهالشكل. اوكي، كمان منجيب من البصل الاخضر، بضيف بصل اخضر ايضا للكينوا. لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا عندي بصل اخضر، عندي كمان من زيت الزيتون، منضيف مشاهدينا زيت الزيتون، منضيف ايضا عصير الحامض. لكن مشاهدينا مثل ما شفتوا حطينا زيت زيتون، حطينا عصير حامض، حطينا الخضار، بضل في عنا الركة وبضل في عنا الخس، رح نضيفهم بعد شوي. اما هلا خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا.